على كل الاحوال تعالوا بقى نروح مع حضراتكم دلوقتي للدوري الفرنسي ولقطه مختلفه جدا. هدف يعتبر هو الاسرع على الاطلاق سجله اللاعب التونسي وهبي خزري نجم سانت اتيان الفرنسي، احد اسرع الاهداف في تاريخ الدوري الفرنسي الممتاز لكره القدم على الاطلاق. كان في مباراه بين فريقه سانت اتيان ومضيفه لانس، افتتح خزري باب التسجيل بعد قد ايه بقى يا حضرات؟ بعد 19 ثانيه فقط من انطلاق اللقاء اللي انتهى بالتعادل 2-2، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراه. ده واحد يمكن يبقى من اسرع الاهداف في التاريخ. ده يعني ليش بنقول بسم الله الرحيم يعني. لا بس هي دي بقى الكوره الممتعه طبعا، يعني طبعا. حلو ده كده يشد الجماهير من الثواني الاولى بقى، مش هنقول من الدقايق الاولى. صحيح. خلينا نروح بعد كده لماتش اخر وكره عالميه برضو، وما زلنا في هذا الملف. وماتش كان مهم امبارح، توتنهام اللي فاز على مانشستر سيتي بهدف، وده ضمن الجوله الاولى في منافسات الدوري الانجليزي الممتاز. طيب البدايه كانت غير متوقعه خالص، خلينا نقول امام بطل البريمير ليج. الهزيمه دي كان شكلها اعتقد وحش جدا بالنسبه يعني لمانشستر سيتي، وجوارديولا تحديدا المدير الفني اللي طلع وصرح ان فريقه هيحتاج بعض الوقت لاستعاده لياقته وجودته بشكل كامل، وأشار هناك إلى أن لاعبه الجديد جاك جريليتش قدم مباراة مميزة، وده اللاعب اللي كان سبب في تصريحات بقى يا كريم صحيفة مثيرة اليومين اللي فاتوا دي. كان في تصريح بعد ضم اللاعب بتكلفة هنا 100 مليون يورو، كانوا مستغربين هذه الأرقام اللي بتدفع. طيب على الصعيد الثاني جوارديولا رد، قال إيه؟ رد على كل الكلام اللي اتقال ده، واتكلم تحديدا لصحيفة الديلي ميل البريطانية، وقال مالكوا النادي، يعني مالكوا النادي لا يريدون تحقيق أي فوائد لأنفسهم، لذا فهم يستثمرون في النادي ونحن نستثمر ما يمكننا استثماره. وأضاف بقى الجملة الشهيرة: لدينا حدود للعب المالي النظيف، وإذا لم يقتنع الآخرون بإنفاق سيتي فيمكنهم الذهاب إلى المحكمة أو الإدلاء ببيان. فكرة بقى هنا الجملة دي يمكنهم الذهاب إلى المحكمة، هي دي اللي انتشرت بشكل كبير جدا جدا على يعني السوشيال ميديا. وهو أضاف كمان: احنا اشترينا جريليتش لأننا بعنا لاعبين بمقابل 60 مليون جنيه استرليني، لذا فقد أنفقنا في النهاية فقط 40 مليون جنيه استرليني، ونحن نتبع القواعد، وفي نادينا لا يريد الملاك خسارة المال بكل تأكيد، لكنهم يريدون الإنفاق أيضا، لذلك يمكننا القيام بذلك. يعني ده برضو كان يعني كده زي ما يتقال موضوع أو توبيك مثير على السوشيال ميديا. وفي الأول وفي الآخر يتفق أو يختلف الناس، وجوارديولا كمدير فني برضو مع ملاك يعني الفريق مانشستر سيتي، وما برضو لهم في الأول وفي الآخر حرية التصرف في الأموال. يعني برضو غريبة شوية أن حد يطلع ينتقد، دي وجهة نظر يعني. لا وجملة فليذهبوا إلى المحكمة تحسيها صياغة شيك ليضربوا راسهم في الحيط يعني. أنا استقبلتها كده، كان إحساسي تجاه الجملة كده.